السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبد سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال ولا غير رانا فرحانين اليوم ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. قبل ما ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع، نرجو من الناس كاع تاع الجزائر وتاع خارج الجزائر اللي عندهم الحرارة هذه، الحرارة اللي ما اعتدناش عليها بهذه الدرجات، الناس الكبار اللي عندهم والديهم اللي عندهم جاي يخلوهم في الدار، كي يبرد شوية الحال ويكثروا من الماء، يشربوا من الماء. على كل حال وان شاء الله تجوز علينا بالخير هذه الحراره هذه، او وقتها واش راح نقولوا حاجه اللي تجي من عند ربي مرحبا بها، وبالك على روحكم وعلى والديكم المسنين اللي السن ديالهم كبير. قولكم ندخلوا ديريكت نوصل بالموضوع. مباراه الجزائر السنغال مباراه وديه على كل حال، الحمد لله. هذه هي المباراه اللي كنا نستحقوها، حبينا ولا كرهنا. النهار اللي تكلمنا وقلنا انه الجزائر ستلعب مع العراق، قلت لهم لا ما تساعدناش هذه المباراه، كاين زعفوا عليا، ماشي زعفوا عليا، شغل انتقدوني انتقاد بناء. واحد قال لي هما مسلمين ويلعبوا بالون وكذا، قلت لهم انا باللي العراق فريق مليح ما لبس به، ولكن الكره الاسيويه احنا ما تساعدناش، كره اسيويه لا ما تساعدناش احنا. قلت لهم هذاك الوقت حبينا نلعبوا مع افريقيا، قلت لهم جبت لهم مالي، جبت لهم بوركينا فاسو، جبت لهم السنغال، جبت لهم عده فرق افريقيه، والحمد لله الحمد لله. على كل حال راح تكون فيه مباراه 12 سبتمبر 2023 في السنغال. على كل حال في السنغال مباراه راح تكون قويه مع فريق قوي اللي راهو الثاني افريقيا في الترتيب الافريقي، فريق لا يستهان به، حامل اللقب الكره السنغاليه هذا العام والعام اللي فات، طلعت مباشرة للقمة. راكم تشوفوا الشبان ديالهم، النساء الرجال كاع 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 داو لي كوب كاع. سما ان بون تيست بور ليكيب ناسيونال الجيريان. هذه هي، انا حبيت نقول باللي هذا الماتش، هذه المقابلة اللي راح تكون ضد السنغال راح تبين لنا النيفو ديالنا وراه، النيفو تاع الجزائر وراه، تاع اللاعبين الجدد الجزائريين اللي جبناهم وراهم، امثال شايبي ايد نوري، بوعناني، الشبان ديالنا. وان شاء الله لمانا غويري وجماعته يكونوا جاو وسلموا الكوار ديالهم ودخلوا مع الفريق الوطني يلعبوا في السنغال مقابله باش يحتكوا. هذا هو الاحتكاك، في ظل كاين موراها ديريكتومون كوب دافريك في كوت ديفوار. سما لازم للجزائريين هادو يحتكوا لهم مباراة او اثنين في ادغال افريقيا، ما تجيبوهمش لهنا يلعبوا، ما تجيبوهمش نروحوا نلعبوا معاهم التم، رغم ان خسروا ولا معليش معليش نخسر بصح ندي الثقة. سما اللاعبين ديالنا يدوا النظرة على افريقيا، احنا عندنا لاعبين الحمد لله، عندنا لاعبين شبان من 20 حتى 25 سنة، صدقوني من 18 سنة حتى من 19 سنة حتى 25 سنة، كلهم لاعبين ملاح، خصهم الاحتكاك في افريقيا والانسجام، وبالماضي باذن الله حط خطه جميله وتشوفوا بعض ليكيب ناسيونال ان شاء الله يدخلوا ديريكت في الجو الافريقي، لانه لو دخلوا في الجو الافريقي هذا الفريق صدقوني يدحسوهم كاع، لانهم شبان صغار. لا علينا، كي خرجت هذه المعلومه هذه وبارك الله فيهم، تسمى بورين فوا الاتحاديه بلغونا قبل ثلاث اشهر باللي كاين مباراه ضد السنغال، ما عارفين حتى الساعه الاخرى ولا زوج سوايع باش يقولوا لنا كاين الماتش، من الحمد لله هذه المره راهم قالوا لنا من قبل باش نقدروا نهضروا ونوجدوا روحنا، والليكيب توجد روحها وتحط في راسها باللي تلعب ضد فريق الثاني في افريقيا، فريق قوي وقوي جدا فريق السنغالي. لو احتكينا صدقوني غير نروحوا بعيد في هذه كوب افريك، لو احتكوا هاد اللاعبين وولفوا افريقيا تمتم. السلام عليكم. نولوا مو من ايد قاسي، مو من ايد قاسي حط منشور على صفحته الرسميه، اسمعوا واش قال، حط جوج مناشير واحد وبعده الثاني، قال لك هذه هي المباراه التي نستفيد منها لاعاده بناء منتخب قوي وتنافسي، زمن موريتانيا والنيجر قد ولى راح، مع كل احتراماتي لجميع المنتخبات، بعباره اخرى بالماضي بشعار نحن لن نخسر ابدا في هذه الوديات، أمام نيجيريا غانا مالي وتونس، بل نفوز ونكسب ثقة أكبر بهذا التعداد الحديد
والمجدد بهذا التعداد الجديد والمجدد بنسبة كبيرة أو نتعلم. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري والغالي. هذا المنشور هو اللي حطوا ممنعيت قاسم، ممنعيت قاسم نبلغوا له السلام، حطوا وتكلم وقال لك صح يا ضرب سما كما يقول لك، دار تشبيه بالبكري كي كنا نلعبوا ضد النيجر ومالي في المباريات الودية. صح لعبنا 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 في عهد مفات، لعبنا ضد النيجر ومالي، ما كناش نجيبوا مباريات الاقوى. الاقوى اللي كنا نلعب مع بوركينا فاسو، بوركينا فاسو اللي كنا نلعبوا معاه بزاف الوديات، لكن لعبنا ضد موريتانيا ولعبنا ضد النيجر وقلنا بلي انهم مباريات وديه ونفرحوا كي نربحوا وكذا، راني شافي لها. لكن الان جمال بالماضي ديريكت في السينيغال، ضرب ديريكت للفوق باش يعرف النيفو ديالو وراهو، باش نعرفوا النيفو ديالنا وراه. هادو هما المباريات الوديه اللي نحبوها، وفي ادغال افريقيا ما تلعبليش هنا في الجزائر، ما تلعبش في الجزائر، لا علينا. شوفوا المنشور الثاني تاع ممنعيت قاسي واش تكلم، شوفوا ممنعيت قاسي واش تكلم على حط منشور ثاني واحد اخر على الفريق الوطني وعلى الوديات مع السنغال. قال لكم هذا هو رايي عن وديه المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب السنغال في 12 من شهر سبتمبر بالعاصمه داكار. بغض النظر عن مستوى السنغال بطل افريقيا، اختيار موفق يتمثل في اللعب في ادغال افريقيا. والله هذا ما شفتو دون نقرا فيه كما تكلمت انا. هذا ما سيسمح لبوعناني، ايد نوري، عوار، صايبي، حجام، قيطون، وعبد اللي، وليريس، وربما غويري وعدلي، هذو اللي تكلمت عليهم انا، للتعود عن اجواء الافريقيه اشهر قليله فقط قبل الكان. بالمختصر المفيد، اختبار حقيقي ومفيد. سبقوني غتكلم واش تكلمت. على كل حال هذا المنشور ما شفتوش والله ما قريتوه، باش ما نكون صريح معكم. الاولاني كنت قريته، هذا وين دخل ما شفتوش، انا عاود قريته لكم كما تكلمت انا. باش يسمح البوعناني وايد نوري وعو اسمعوا لجوار صدقوني، ماشي غير الاسماء زعما، حتى اللعب ديالهم اسمعوا اسماواتهم. ما بوعناني، ايد نوري، عوار، شايبي، حجاج، قيطون، عبد اللي ليريس وربما غويري وعدلي. لو اتوا هاد الاثنين راح تكون، راح يكون فريق وطني بالكامل. نزيدو نجيبو لهم محرز، نزيد نجيبو لهم ليكا بالناصر، ان شاء الله يزيد يعاود يولي الفورمه ديالو، ان شاء الله يبرى. واسمو الجوار اريال غوش بن سبعيني. زيد كاين والله. لو نطريتوا على هذا الفريق ونصبروا، ننتقدوا جمهورنا الوطني، ننتقدوا جمهورنا العزيز، ننتقد كيما حبيت بلادك هذه الجزائر تاعك، ننتقد كيما حبيت، لكن انتقاد بناء. معليش بالماضي نسكتوا، نخليوه يخدم 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 يخدم، نجح رانا معاه، ما نجحش ننتقدوه لا حتى ولو يروح، ننتقدوه ولو نقولوا له روح، لانه عنده فريق كبير، فريق قوي. خصنا برك نولوا لافريقيا كيما الفرق، كيما الاولين اللي جاو ديالنا، ايامات نهار اللي جا محرز، ويامات نهار اللي جا فوغولي، ايامات نهار اللي جا كاين بزاف اللي جوار جاو ما يعرفوش كاع افريقيا. شوفوا دوك شنو يلعبوا في افريقيا. هذه هي، نصبروا حنايا، ما نبقاوش ننتقدوا بالماضي خليها ويخدم نهار اللي يخطا. والله غير حلفت انا الاول اللي ننتقدوا باش يروح، صدقوني انا الاول اللي راني دوك ندافع عليه على بقائه، وكان يخطا صدقوني غير ننتقد باش يروح. هذه هي فجمهورنا الكريم. خلاص الفريق الوطني ما بقالوش على كاس افريقيا، نبدلوا مدرب ونجيبوا مدرب، جبنا لي جوار تولي خلطه بعد سنه وديزون 10 سنين واحده اخرى، خلي بالماضي من بعد ننتقدوا. هذه هي خوتي يا خويا، الحمد لله راح تكون عندنا مباراه قويه، ان شاء الله نكونوا ملحيين ونشوفوها ونحللوها ونقعدوا نهضروا عليها، وان شاء الله نفوزوا لما لا. ونقول لكم بارك الله فيكم، تابعوا قناه عبد سبور وبالك وسخانه خوتي، نعاودها للمره الثانيه. اقعدوا في دياركم، اللي ما عنده حتى شغل يريح في المنزل ديالو، لا عنده مبرده ومبرد، يشرب الماء، يحط قرعه ماء قدامه لانه الجسم يسحق الماء. نقول لكم بارك الله فيكم وبالك على والديكم، خاصه الوالدين خلوهم في الدار، ما يقول لك نخرج نقضي، نعرفوا والدينا الله يرحمهم في زوج، نروح نقضي يا وليدي، لا نروح نقضي، ما تخليهش، قولوا انا اللي نروح نقضي، ما
ماشي مشكل، بغيتكم دخلت لكم في موضوع واحد اخر لانه قناتي تسمى شغل تاعكم، شغل راني معاكم انتوما ومعايا على كل حال عادي. بغيتكم بالكم على الوالدين، شاركوا في قناة عبدو سبور. سلام.